إذا سيداتي يا نساتي سادتي بسم الله نبدأ وعلى بركته نتوكل. الشوط الرابع من هذه الأمسية للخيل العربية الأصيل المبتدئة مسافة 1850 متر إيدياس لاريغم لغام مايكوم دي فاوست فلوراندو فاوست فورجيل شيراز غزوان الشجاعة هذلور رزاد وسيف قرضبية سطام زيناتي الصبا فراري نيما وطلايب. إذا 16 جواد مشارك في هذا الشوط انطلاقا مع الجواد رقم 13 فراري منصوب المسفر الشهواني متابع الصعاق على المركز الأول. والمحاولة خطف الصدارة من قبل جواد رقم 3 إيكو دي فاوس لعبد اللطيف العمادي إدويردو بيدروزا على المركز الأول فعلا. أيضا محاولة الجواد رقم 14 نيما لسيد جاسم بن علي بن محمد العطية على ثاني المراكز مع أحمد قبيسي تي إن فريد تكساس. ثالثا أيضا محاولة من الداخل من قبل الجواد رقم 17 طاهر للمهندس مامر الدفع. أيضا محاولة مربط الشحانية وسطام سمو الشيخ محمد بن خليفة على ثاني توماس لوكاسكا على ثالث المراكز. وأيضا محاولة من الداخل من قبل الجواد رقم 9 سيف قرضبية لأسامة الدفع ألكسندر والخيالي هذا الجواد. وأيضا محاولة من الخارج مع الجواد رقم 12 الصبا عبد الله بن مبارك النعيمي ايفان روسي على سادس المراكز. عودة الى المركز الاول مع الجواد رقم 3 ايكو تفاوست عبد اللطيف حسين العمادي دويردو بيدروزا على المركز الاول. وايضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 13 الجواد نيما لسيد جاسم بن علي العطية ريان كوارتولو على ثاني مراكز من الداخل فعلا. ايضا محاولة الجواد رقم 9 الجواد سيف قرضبية سامة الدفع لانوال الكسندر على ثالث مراكز. محاولة حسن المطوي مع الجواد رقم 6 غزوان الشجاعة لحسن المطوي خالد الكوالي الخيال القطري على ثالث المراكز. الخط المستقيم باتجاه خطنا صدر مع الجواد رقم 14 فعلا الجواد نيما لجاسم بن علي بن محمد العطية احمد القبيسي على المركز الاول. والمحاولة دويردو بيدروزا من الداخل مع العمادي والجواد رقم 3 ايكو دي فاوست فعلا منافسة قوية. محاولة الجواد رقم 3 ايكو دي فاوست عبد اللطيف العمادي دويردو بيدروزا ولكن الصدارة مع الجواد رقم 14 نيما جاسم بن علي بن محمد العطية على المركز الاول. محاولة البان لكن الصدارة مع الجواد رقم 14 الجواد نيما الى المركز الاول. جاسم بن علي العطية مع الجواد رقم 14 نيما لجاسم بن علي العطية واحمد قبيسي. ريان كوارتولو يخطف المركز الاول.